القدس الإله الواحد آمين. اليوم الرابع من شهر طوبى المبارك أحسن الله انقضاؤه وعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأسام من قبل مراحم الرب يا إخوتي وأبائي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 100 ميلادية تنيح القديس يوحنا الأنجيلي الرسول ابن زبدي وأخو القديس يعقوب الكبير. ولد هذا القديس في بيت صيدا بالقرب من بحر الجليل، وكان يعمل هو وأخوه مع والده زبدي في مهنة صيد الأسماك، وكانت عائلته غنية تمتلك بعض السفن والعقارات. تلمذ أولا للقديس يوحنا المعمدان، ثم دعاها الرب يسوع هو وأخوه فتركا أباهما زبدي في السفينة مع الأجرة وذهب وراءه. ويوحنا هذا هو التلميذ الذي كان يسوع يحبه، وهو الذي تبع السيد المسيح عند الصليب حتى سلم له القديسة مريم العذراء التي مكست في بيته إلى يوم نياحتها. الثلاثة الأعمدة الكبار الذين خصهم الرب يسوع بمناسبات خاصة، فتجلى أمامهم على جبل طابور واستحبهم عند إقامة ابنة يايروس، وكانوا معه في بستان جسيماني قبل القبض عليه. وهو كاتب إنجيل يوحنا الذي يتحدث عن لاهوت السيد المسيح باستفاضة، كما كتب ثلاث رسائل تتحدث عن المحبة وكذلك سفر الرؤيا. كان القديس يوحنا أصغر التلاميذ سنا وعاش بتولا وحضر حلول الروح القدس يوم الخمسين. بعد ذلك بشر في أورشليم واليهودية مع القديس بطرس، وحضر معه معجزة إقامة المقعد من بطن أمه عند باب الهيكل الجميل، والتي بسببها أمسكه اليهود هو وبطرس وقدموه للمحاكمة أمام مجمع السنهدريم اليهودي. بعد نياحة القديسة العذراء مريم انطلق للتبشير في آسيا الصغرى وجعل مقر خدمته في أفسس، وهناك صنع الرب على يديه معجزة إقامة ابن وحيد لأمه من الموت، فكانت سببا في انتشار الإيمان المسيحي كما بشر في سميرنا. وقام تلميذه القديس بوليكاربوس أسقفا عليها، وبسبب خدمته الواسعة وإيمان الكثيرون بكرازته قبض عليه الإمبراطور دوميتيان وعذبه كثيرا حيث ألقاه في الزيت المغلي، ولكن الله أنقذه ثم نفاه إلى جزيرة باتموس فمكث فيها نحو سنة ونصف، حيث رأى فيها رؤياه وكتب ما رآه في سفر الرؤيا. وبعد موت دوميتيان عاد إلى أفسس وتابع رعايته لكنائس آسيا الصغرى وأقام الأساقفة والكهنة، ولما تقدم في أيامه كانوا يحملونه إلى الكنيسة ليعلم الشعب، واقتصر تعليمه على عبارة واحدة: يا أولادي أحب بعضكم بعضا. ولما أحس القديس يوحنا بقرب نياحته خرج إلى خارج مدينة أفسس وطلب من تلاميذه أن يحفروا له حفرة كبيرة، ونزل فيها ورفع يديه وصل واستودع روحه الطاهرة في يدي الرب الذي أحبه، فحزن عليه الشعب ثم دفنوه في الحفرة بإكرام عظيم. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.